محمد الرسول. سير برينيتسا اسم يعرفه كل من عاصر الحرب التي أدت إلى تفكك دولة يوغوسلافيا السابقة في تسعينيات القرن الماضي. ففي عام 1995 شهدت هذه المنطقة في البوسنة إبادة جماعية هي الوحيدة التي تعترف بها أوروبا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. آلاف الأشخاص تجمعوا في البوسنة لإحياء ذكرى المذبحة التي راح ضحيتها أكثر من 8000 من البوشناق المسلمين. سلسلة فعاليات أقامها البوسنيون تلتها إعادة لدفن الضحايا الذين تم العثور على رفاتهم في مقابر جماعية وتم التعرف عليهم مؤخرا من خلال تحليل الحمض النووي. فقد شهدت المرحلة من عام 1992 وحتى عام 1995 حربا طاحنة بينما كانت تعرف بيوغوسلافيا السابقة، وتم في الفترة الأخيرة منها اجتياح صرب البوسنة لسربرينيتسا وارتكابهم للمجزرة التي تم من خلالها جرف الجثث إلى مقابر جماعية تم حفرها على عجل لدفن وإخفاء الأدلة على الجريمة. وخلال تفكك يوغوسلافيا السابقة والتي كانت تضم عرقيات ثلاث رئيسية وهي الصرب والكروات والبوشناق، قتل أكثر من 100,000 شخص قبل التوصل إلى اتفاق دايتون للسلام والذي أنهى هذه الحرب في عام 1995، ولكن الذاكرة ظلت تنزف جرح ما جرى.